السلام عليكم، مرحبا بكم معي في قناة حلويات أسماء. اليوم إن شاء الله غادي نقدم لكم وصفة ديال سفنج هائل وممتاز للغاية وناجح 100%. وصفة اللي غادي نحضروها بطريقة ديال عجينة 10 دقائق، فعلا رائع ويستحق التجربة ديالكم. يجي بحال ديال الزنقة كيف ما كتشوفوا، يعني كله عامر فقاعات خفيف بزاف، ما كيشربش الزيت والبنين ومقرمش من برا. كنتمنى الوصفة ديال اليوم تنال إعجابكم وفرجة ممتعة. اذا على بركه الله غادي نبداو دائما بالمقادير. فغادي نحتاجو هنايا جوج كيسان ديال الماء يكون دافي، كاس ديال الشاي طبعا، جوج كيسان ديال الدقيق ابيض، وعندنا ملعقه كبيره مع مرش ديال الخميره ديال الخبز، ملعقه كبيره ديال الزيت النباتيه دائما كنضيفها باش ما كيجيش يتجبد بزاف، ملعقه كبيره ديال السكر يمكن لكم تستغناو عليها، ملعقه صغيره ديال الملحه. غادي نحتاجو الدقيق حسب الحاجه، وغادي نحتاجو ملعقه صغيره ديال الخميره ديال الحلوه. فغادي ناخذ الماء اولا، يعني كتكون المرحله الاولى غادي ناخذ الماء، كنضيفوا السكر، كنضيفوا الخميره ديال الخبز، وكنضيفوا ايضا الدقيق دوك جوج كيسان. غادي نستعملوا خلاط يدوي وغادي نحركوا جيدا هذا الخليط حتى نحصلوا على واحد الشكل بحال الشكل ديال الخليط ديال البغرير. المهم نخلطوا مزيان حتى يختفيوا دوك الحبيبات ونحصلوا على مزيج منسجم. هاد الخليط هذا غادي نخليوه على جنب، غادي نغطيو عليه، خليوه حتى غادي يخمر ويتضاعف الحجم ديالو، وعاد غادي نكملو ونضيفو ليه باقي المكونات. بالنسبه للوقت اللي غادي نخليوه تقريبا 10 ديال الدقائق، يعني علاش كنسميوها عجينه ديال 10 دقائق؟ طبعا اذا كان الجو بارد يمكن لكم يعني تاخذ لكم اكثر، مع الجو سخون يعني 10 دقائق راها كافيه باش غادي يتفاعل هاد الخليط وغادي يخمر. صافي، هنا من بعد ما دازت 10 ديال الدقائق كما كتشوفوا يعني الخليط راه خامر ومنتفخ، غادي نزيد ديك ملعقه كبيره ديال الزيت، غادي نزيد ايضا الملحه ملعقه صغيره ولا ديروا على حسب الذوق ديالكم. غادي نزيد ايضا الخميره ديال الحلوه ملعقه صغيره، ما تكونش يعني عامره بزاف، يعني كتكون تقريبا ممسوحه، ونرجع ناخذ الخلاط يدوي ونرجع نخلط حتى غادي ينسجموا لي هاد المكونات في الخليط وكينزل ما كيبقاش خامر بهذا الشكل هذا. صافي، هنا غادي نبقاو كنجمعوا او غادي نبداو نجمعوا الدقيق القدر الكافي اللي غادي نحتاجو. بالنسبه اللي كيبغيو يعني العبار مضبوط بالضبط، انا خدات لي 200 غرام بالضبط، يعني ما بين الدقيق او ما بين الدقيق اللي استعملنا في المرحله الاولى وباش جمعنا 400 غرام في المجموع ديال الدقيق اللي احتاجينا لهذا السفنج. فهنا كنبقى كنجمع شويه بشويه حتى نجمع العجينه ديالي طبعا تكون مرخوفه، وكنبدا كنخبطها او كنعجنها بطريقه ديال باش كنعجنوا السفنج دائما. تقدروا طبعا تعجنوها في العجان الاليه اذا بغيتوا، فما ديروش العجينه مطلوقه بزاف او مرخوفه اكثر من القياس او كتكون سائله شويه، كتعطيكم نتيجه عكسيه، يعني ما كيجيكمش السفنج خفيف. جينا خصها تكون شويه شاده راسها، يعني خفيفه ولكن شاده راسها في نفس الوقت كما كتشوفوا. غادي نبقى كنخبط فيها هكا حتى غادي تجمع وتولي ملسه ونرجعوا نكملوا. صافي، هنا العجينه ديالي كما كتلاحظوا كيفاش كتولي ملسه وكتجمع، يعني فاش كنجمعها على شكل كره يعني كتشكل باش كنعرفوا انها صافي، يعني كدير لنا فقاعات من الفوق في الوجه ديالها. هاد الفقاعات يعني اللي كيبانوا لينا في السفنج فاش كنطيبوه وكيجي المنظر ديالو زوين بحال اللي كيتباع. صافي، هنا في هاد المرحله غادي نغطي العجينه وخليها تخمر مزيان وتضاعف الحجم ديالها مزيان تقريبا ساعه ولا على حسب درجه الحراره اللي عندكم، ممكن تاخذ اقل او اكثر. وملي كتخمر مزيان غادي نبداو كنقسموها بالاستعمال ديال الزيت، دائما ندهنوا يدينا بالزيت، واحد البلاطو يكون حدانا ندهنوه كذلك، ونبداو نشكلوا العجين ديالنا على شكل كرات. فكنقطع منه وكنجمع هكا دوك الاطراف من الاسفل ونشكل كره ونوضعها فوق من او في وسط من البلاطو اللي مدهون بالزيت. ديروا الحجم اللي بغيتوا، انا كندير السفنج ديالي شويه كبير، تقريبا غادي نخرج 7 ديال الحبات وواحد الحبه صغيره،
تقدروا يعني ديروا حتى 10 اذا بغيتوهم صغار شويه. هنا من بعد ما ساليت وشكلت العجين كما كتشوفوا، كيف ما قلت لكم 7 ديال الحبات، واحد الحبه صغيره، غادي ندوز مباشره باش غادي نشكل السفنج ديالي. درت المقله او درت الزيت سخن، كنستعملوا جوج مقلات دائما في الطياب ديال السفنج. واحد المقله كنديروا فيها واحد شويه ديال الزيت او كميه قليله ديال الزيت، وواحدة كتكون فيها كميه وفيره ديال الزيت. هنا ملي كتسخن ليا الزيت طبعا اللي كتكون كثيره، كنبدا كنشكل السفنج ديالي. ندهن دائما يديا بالزيت وناخذ الكره، نحاول انني نبسطها واحد شويه ونتقبها في الوسط، ونحاول انني نجبد وانا كندور السفنجه بهذا الشكل. فالطريقه يعني بالنسبه للمبتدئات، ما سرعت لكمش الفيديو باش تبان لكم اكثر. فاش كنكون كندور السفنجه او كنشكلها، كنحاول انني نبسطها شويه باش هكا ملي كندير نديرها في الزيت او كتنفخ في الزيت كتجيني خاويه من الداخل. صافي كنوضحها في المقلاة اللي كتكون فيها كمية قليلة ديال الزيت، والنار كتكون مهيلة فيها حتى كتشد راسها، غير كتشد راسها كنهزها وكنرميها في المقلاة اللي كتكون فيها كمية كبيرة ديال الزيت. ضروري تستعملوا كمية كبيرة باش يجيكم السفنج منفوخ، يجي المنظر ديالو زوين، وكذلك يجي طيب مزيان. فهنا كما كتشوفوا يعني غير كنحط السفنجه في الزيت كتبدا كتنفخ ودير دوك الفقاعات كما كتشوفوا. بعض الاخوات كيهزوا الزيت وكيديروها فوق من السفنجه وهي كطيب، ما كنصحكمش هكا، يعني كتجيكم السفنجه مسطحه وما كيجيش فيها دوك الفقاعات، فخليوها حتى كتنفخ وقلبوها بلا ما ديروا فوقها الزيت. صافي غادي نتابع بنفس الطريقه، كنبقى كندير دائما السفنجه اولا في المقلاة اللي كتكون فيها شويه ديال الزيت، وكنقلها من بعد الزيت الكثيره. اذا حسيت ان الزيت سخنات بزاف دائما نقصو على النار باش يطيب لنا مزيان من الداخل، وطبعا ما تكونش النار هادئه بزاف باش ما يتشربش لينا الزيت. غادي نتابع بنفس الطريقه وغادي نتلاقاو باش نشوفوا الشكل النهائي ديال السفنج ديالنا كيفاش كيجي. اذا هذه هي النتيجه النهائيه ديال السفنج ديالنا بطريقه 10 دقائق، منظر رائع جدا، وكذلك المذاق مقرمش من برا وهشيش وخفيف وخاوي من الداخل. اكيد السفنج ما يحلاش الا بكاس ديال الاتاي، وغادي نوريكم كيفاش كيجي من الداخل وكذلك القرمشه ديالو. كنتمنى الوصفه ديال اليوم تكون نالت اعجابكم، ونتمنى انكم تجربوها. اذا عجبتكم ما تنساوش كما العاده ديروا جيم، شاركوا بالقناه، وايضا فعلوا الجرس باش يبقى يوصلكم دائما الجديد ديالي من الوصفات. ما تبخلوش عليا بالتعليق ديالكم وارائكم، وايضا اقتراحاتكم كتهمني دائما. شكرا بزاف على المتابعه،
ونتلقى فيديو جديد إن شاء الله.